والله العظيم. معلش معلش لفت اسوي لك لماذا كمان يبلى انك جرحته. مرحبا الصغار السامين، اليوم جانا لكم في فيديو جديد. معاكم انا مريم من قناة ارتستيك فاميلي، واليوم معانا الرسام وليد. هاي وليد. اهلا مريم الرسامة العظيمة، واليوم شكرا. حنرسم رسمة جبارة تليق بهذه القناة. اليوم عندنا جبار القراصنة، ملك الكل، ملك القراصنة جميعا، ليفا. اوكي لوف. بس هي تحب ليفاي عشان كذا يعني. اليوم راح نرسم لوفي ان شاء الله المقطع الجاي ليفاي ان شاء الله. يلا خليكم معانا، راح نرسم خطوه بخطوه. هذه الرسمه حتكون بناء على طلب احد المتابعين، واذا حابين ترسموا يعني اكتبوا لنا في التعليقات ايش الرسمه اللي حابين ترسموها وان شاء الله نرسم لكم اياها. بالضبط. راح نبدا، راح نرسم مستطيل عشان نقدر نرسم اللوحه بداخله. اكيد راح يكون مقاسه 11، الطول 11. والله لو اني ميوت ما بالمسطره يعني بالمسطره. اه صح يا مهندس بالمسطره. دحين راح ناخذ 19، يعني راح يكون مقاسه 11 19. وطبعا انت تقدر تحطوا الحجم اللي تحبوه تكون الرسم عليه. الحين زي ما انتم شايفين رسمنا المستطيل، دحين راح نرسمه بداخله لوفي. لوفي اول شيء. طيب اول شيء راح نرسم وجه لوفي. راح ترسم وجه بيضاوي. بيضاوي ولا احمر؟ اضحك اضحك. لا ولا تضحك. كوميديا سوداء. هذا الشكل اعتبروها كأنها بيضة مقلوبة. لا اللي هو زي المساحب المساحب ما لها شكل معين، اما هذه كأنها بيضة مقلوبة. اسمع الكلام زي حبة النقانق. المهم راح نرسم بعدين الضمادة اللي على وجهه. حسيني صغرت شوية. لا تحس ترتبت، صرت كوميدية. أحسن منك. كأنه حاط على جبهته. هذا ضماد، ضمادة شو يسمونه؟ و تعال تتذكر إنك مرة حطيتها؟ لا ما تتذكر لما كنت صغير لما سوينا حادث الدبابة. وليد مرة ركب معي الدباب وكنت صغيرة يعني ما عرفت اسوقه فاشلة طيب. فاشلة في كل شيء، فاشلة في كل شيء. بس ما مين قاعد يعلمك الرسم دحين؟ انا معلم. كنت صغيرة صغيرة في الثانوي. صغيرة ما كنت في الثانوي، كنت في المتوسط. هل رسمنا هنا حتكون بمادة، هنا بمادة راح نرسم خطوطة. والله حسيته نينجا. نينجا. طب هو يحارب. تتابعت انمي ليفاي يا وليد؟ لوفي؟ شفت والله العظيم انها تحبني. مين ما يحب ليفاي؟ لوفي؟ مين ما يحب ليفاي؟ تعرف انه اليوم نزلت الحلقة الأخيرة في هجوم العمالقة؟ لازم تروحوا تشوفوها. أساس أنت شفتها؟ لا والله ولا شفت ولا حلقة. كيف كذا؟ هذه خطوط راح توضح اكثر بعدين بالقلم. هنا حتكون عينه، هنا حتكون. دحين راح نرسم العين. بعدين بعدلها ما عليك. خلف الكواليس. يب.
مقاس اللي هو نرسمه جب العينة بالحب حوادث لها صوتك حلو شنو عيني واثقة من نفسيها مش واخد بالها كده والآن مع العين الثانية راح نرسم الحين العين الثانية كيف الحين ما عرفتهاش راح تكون عبارة عن نص دائرة أنا عارف إنه أخلي فانزات ديبوي لوفي حيزعل مني من كثر ما حيحبوني أكثر طبعاً من كثر جمال الرسمة حتكون تحبي لوفي أنت تحبي ديفاي ليفاي ليفاي أنا أحب لأني أنا ما تابعت لوفي أساس أنت تابعت لوفي؟ أيوه تابعته إيش القصة حقه؟ إنه ولد كان مسكين رسم الحين بعض خصلات الشعر يعني صراحة يعني إنه كان في ولد مسكين عايش في قرية صغيرة مع أبوه وأخوه الكبير بعدين قطعت يد أخوه أو مات أبوه شيء بعدين قال بنتقم منه وجمع زوره والشلة اللي معاه دولا وصار يحارب للشرق وانتهت القصة انتهت هو ليني ما انتهت بس انت انهيتها حبة لا يعني انتهت ينفع تصير مؤلف تصدق؟ حبيبي استمر والله يعطيك العافية الله يعافيك أنا أصلا مؤلف ألفت والله قصص وصول أنا مؤلف مؤلف خلاص أسحب الكرة أنت مؤلف أنا أحب الكرة يعني شوية أنا أحب صار مؤلف خلاص ما في نقاش عائلة سعيدة وراح ينتقموا ما في أعمق من القصة هذه ما قلت سعيدة زر حزينة يعني طبعا انا اتذكر رابع حق لوفي طبعا دحين راح نرسم الدم لازم نحاول نسكت وليد حسن لا يبدأ يغني ايش كان بداية نسوي الدم ارسم وركزوا معي في الرسمة ايش كان في بداية الراب ياخ نسيت الحمد لله انك نسيت الحمد لله يا رب الحمد لله انك نسيت يا وليد ادعي انه ما يتذكر وليد يا رب اصلا ما كنت متذكر يا رب ما يتذكر وليد هنا بعد خسارة الشعر ارسم ارسم ترى حسبقك لوفي ملكي الغواصين اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الالوف رافتيل لو تفكر تحداني قدو ايه يا ازعاج خلاص قلنا صوتك حلو بس مو في الدرجة كذا تزعج اهلنا قمتك كانت يسعوا لي وقت الازمة ايش مختفى الصوت؟ وايش مختفى صوتك؟ ايش شغل؟ اختفى صوتك من تحفظ الرب؟ علق لاق في لاق ترى الحين يعني بعض الاحيان يجي لاق وخرب الصوت الله يهدي يا لاق كنت بكمل واسوي الحاجة الله يهدي اللاق قول يعني امين وين الفم دحين؟ الفم ما في فم هو وجه عبارة عن ضمادة مين جو؟ زي هذه الصورة حسيتها زي أسنان أسنان هذا دم أو زي إحساسك عالي إن شاء الله بس خيالي واضح إحساسك عالي خيالي إحساسك أنت تقول حسيت ما قلت تخيلت تخيلت إنه عودة أسنان أو جزء عودة أسنان يعني سن من الأسنان كيف عود أسنان؟ لا ندري فين؟ ما ندري ايش هذا الرسمة؟ انت لو تتابع وتركز حتقدر حقيقة نص الرسمة؟ اشغل لك راب بعدين الراب يتحدث انه بعدين يقول لوفي وانه ملك القراصنة بعدين بعدين نسيت الحين طبعا قاعدين نرسم بعدين يتكلم عن اصحابه الزور وابو
خشم. مين أبو خشم ده؟ ترى أنا تابعت 30 حلقة منه بعدين وقفت. أحسن عشان لو تابعتي كامل عشان هو يعني صغير يعني لك. كبير لي. ودي في كلمة ودي أقولها لك ولكن نسوي نفسي مسمت. لا تسوي نفسك اسمي كبير لي. هنا في قطعة القماش أنا ماني فاهمة هذه القطعة القماش اللي موجودة في لوفي. يا ريت لو تقولوا لنا يا متابعين لوفي اللي هذه القطعة القماش موجودة. كيف عرفتي لا لما تابعت أول 30 حلقة ما كانت موجودة هذه القطعة، كان بس يلبس تيشيرت أحمر. يمكن صاحب أعطاها إياه ويحطها في لبسه. ايه وش فيها؟ هذا الوفاء عند لوفي. ما شاء الله تعلم. ما شاء الله الرسمة حلوة مرة. ما شاء الله فنان اخويا، نزل من الحرب العالمية. هو كان بحارب اساسا. طب انت شايف الدم عليك؟ كان مشلول بس يعني كان يعني في عافية، بعدين فجأة صار مشلول عشان المواصل بعد القتال. مسلم؟ قبل القتال وبعد. هو مسلمية طبعا ان شاء الله. الانميات مسلمة. الانميات من وين؟ المريخ. والله هل نحن وحدنا؟ اول مرة بيصنعوها الفضائيين يجيبوها. وانا اقول الفضائيين طلعوا احسن منا. كيف كيف؟ يلا صنع صار احسن منا. ما عليكم يا كوكب الارض، انا سننتقم. ترى انا قاعدة اتبعك. اتبعي يا قلبي اتبعي. ما ارسم الراس ابدا. ما ترسم الراسك كنا نعرف الوليد من الوليد. تعليمي كان كيسي زبدة. عارف الجزء الأفضل في الرسمة هو التحبير. كيف عارية حلوة جدا. تابعوا معانا في التحبير عشان تقدروا تعملوا معانا التفاصيل. شكرا على الإزعاج يا وليد. عفوا. رح يبدأ أول شيء نحدد الوجه. رح نحدد أطراف البمادة. إيه؟ بمادة. هذا الشاش اللي بيلفوه على الوجه لما يكون مجروح. قلت لك لفوه على رأسك كله لما كنت صغير. الحين راح نرسم العين. وات؟ حنحبر العين. حنحدد العين. حنحبر العين. حنحدد. تتضاربي؟ أساسا ما كنا نتضارب الفيديو كله. فيديو كله ولا نص؟ هذه وايخة. كلها بايخة صوت. عاقل ولا مجنون؟ خلاص استخل. ما أدري. راح نحبر العين الثانية أو نحدد العين الثانية. شفتي كيف؟ أنت ما تعرف.
نجوم من جوا. الله أكبر عليك جبار، والله جبار. ايش تفضل، ايش افضل انمي عندك؟ او صح انت ما تابعت الانمي. تابعت ما تابعت في واحد ما ادري اسمه، متكون من كم حلقة. انت وريتني شو هذاك اللي كنا، انت كنت نايم وعطيتني الجوال تفرج، تتذكري؟ نو مانهو هذاك كان، ايوه هذاك افضل انمي في العالم اللي هو الوحيد اللي تابعته. لما تكبر اعطيك انميات تتابعها. اصلا ما ابغى منك انميات، انت ذاقك مره وعلا. نشوف كلامك كله مسجل، راح اوريك اياه لما تكبر وتقول لي ابغى انمي حلو. الحين هذه تحديدات الوش، راح نسوي تحديدات الضمادة. يخسني بطيء زيك. تبيني اسوي حاجة شغل مو بايخ؟ لا خلاص استني، يعني استني ما حستم. يا المتابعين حصل مضاربة، ما عنده فم. كبر قلت لك. الحين راح نرسم خطوط. انت قاعد تصوري؟ اصور معلش يا متابعين، شكرا. انا حسبتها ما تصور. اكيد راح اصور، انا قاعد ارسم الحين. الظل يتحدد. احدد حلو دي منك. احدد اقصد اتلوني. لا انت كده فجرتها. ايوه انا بفجر. يعني كله حيكون شعر. ويه وشعر ويه. كيف يا متابعيني؟ ايش هذا بالله؟ هذا واحد له 9 سنين يرسم؟ والله جرحتني، والله جرحتني، للأمانة جرحتني، اعتذر. أظن متابعين فاهمين أكثر أنا إيش قصدي بهذا الشيء. أنا عارف إنه قصدك. هنا كمان في خصلة شعر، دحين هنا طاقية القش. تعرف ايش قصة طاقية القش؟ شوفي كيف، شوفي أحسن. واو شوفي الشخمط أفضل من شخمط. ايش هذا؟ اوكي فنان وليد حبيبتي. الفيديو الجاي راح أعلمكم وليد الرسم، نشوف التخبيص اللي حيصير. والله؟ وليد أعلمكم الرسم، اكتبوا لنا في التعليقات. والله ما تكتبوا فوشكم، اجي لان بيتكم وفوشكم حبيبي. شنو في؟ اظن ما حد حيكتب. اللي يبي ينفرش لا يكتب صح ولا؟ شوف من حيكتب يا وليد. حقول لاصحابي. يا متابعين اي احد يشوف المقطع ابغى نفس عدد المشاهدات زي عدد التعليقات اللي كلها يعني تقول خلي وليدي يعلمنا، يعلمنا افضل من القرقل الكثير حقي. انا اللي قرقل كثير والله. شوف يعني انا اللي قرقل كثير. الله مو هو اللي كان يغني راب. يا ابويا هدي اللعب واخذ مني كاسه شاي. يعني ما لقيت دحين صرت تغني عن ليفاي. انا قلت ليفاي يعني ما لقيت فيه لانه غير الصوره اللي ها سرقت. تم سرقك يعني. تعرف انه برشلونة فاز امس على ريال مدريد 4-0؟ ايش دخلنا في برشلونة؟ احنا قاعدين في عالم الانمي. عالم الانمي ولا عالم الرسم؟ تبغى الفيديو الجاي نرسم ميسي؟ والله قدام قدام والله قدام. لا مو ميسي، دينو دينو. حفكر وحشوف. يمكن يوم، يمكن يومين، ويمكن اكتر. لسه بفكر. هقعد سنة يمكن أكتر. لسه بفكر. يا
بلا اقوله في التعليقات من افضل رسمه واضحه اصلا واضحه يعني واضحه وضوح الشمس الحين في هنا بعض الخطوط حق المواد واضحه ان انا اللي يب واضحه تخبط يا خبي الحين التطبيق ما قاعدين نشخبط لسه ما خلصنا مستعجل عنده اعمال يريد ايوه السكرتير حقي يعني اللي ما حد اللي هو انا السكرتير انا السكرتير حقي ورجل اعمال كل واحد شوف مني قرقر كثير ها شوف مني قرقر كثير يا اخي انا اقول لي متابعين عن قصة حياتي ما شاء الله من كبرى حياتك اعمل عليه سكيب لا حنزلها والله العظيم لفت اسوي لك دماده كمان يب لانك جرحته اوكي جرحت مشاعره كمان وجرحت مريم اسوي لك دماده كمان سوي لا لا الله ايش الخطوط والله ما ارسمها هذه دماده فأكيد لازم ترسم التفاصيل حسن تعطيك وأكيد أنت أنا الحين بس بيجي لنا توقيع يا حبيبي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيجي لنا اللون الأحمر لون الدم إيش يب هذه المفاجأة اللي خبيت عليك طيب أصلا ماما ليه يعني مو مفاجأة مرة قوية وين اللون الأحمر يلا ما حاطق السلام عليكم السلام يا منسوي مباراة ثانية شوي ونرجع لكم الأخلاق وسط من بعد مضاربة والتناقشات أعطتني اللون الأحمر واللي هو هذا من ألوان بريزما بريزما الحين راح نلون هذه الأجزاء وهذه الجزئية وهذه الجزئية وهذا الجزئية وهذا الجزئية خلاص انت باللون الأحمر تضحك أنا قاعد أعلم المتابعين ايش دخلك أصدقاء الرسامين حنمسح بالمساحة روماسيكية قاعد دعم راح نمسح عشان تكون الرسمة معنا نظيفة الآن راح نستخدم المكنسة السحرية بالضبط مسحة هنحدد زي الشعر بالقلم الأسود الله أكبر عليك تفضل ابدأ متعود الآن زي ما تشوفوا حبرنا الشعر كامل دحين راح بداية للنهاية اخليها مريم تتكلم حسين عشان انا ما اعرف دحين حنسوي بس بعض التفاصيل حق الحبل يعني كده خطوط صغيره بسيطه طمطمس الحبل وليت حبلك اسود حسين كده ما انا حبلي لون ابيض طب نرجع لك شويه لا 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 لا, لا. هذه الحركه انا ما احبها سيب رسمتي زي ما هي الحين ايش حنسوي؟ هذا ما تدري؟ حنوقع لو كنت حنوقع وين نوقع؟ حنوقع هنا حنوقع اسامينا لا دام انت حتتكلم لما انا اتكلم طب انا ابغى يعني هو مو جوا لازم؟ اه مو جوا اللي تبغى رسمتك يتفنن وليد ما شاء الله خطير خطير في هذه اللحظة ايوه جاب العيد انت جاي بالعيد من زمان اساسا بس خلينا نسوي لا خلينا نرجعها خلينا نرجعها يلا ورينا ترجع ايه ايوه الله اكبر عليك ايش هذا؟ ايش رايك بعيد التوقيع؟ اه اتي اتي قلم مثلا
هذا مو من القلم، ما له دخل، لا تحط القلم. القلم فاير ما يعرف، ما له دخل القلم. شايف ما له دخل القلم. نكون خلصنا الرسمة، أتمنى تنال إعجابكم. إيش رأيك يا وليد، حلو الرسمة؟ شوف رأيي. كلنا مهتمين الرأيي. لا شكرا، خلي لك. المهم، وأتمنى تكونوا استمتعتوا يا أصدقائي واستفدتوا، ولا تنسوا تطبقوا الرسومات ترسلوا لي هي على حسابي في الانستغرام، حتلقوا رابط الحساب تحت بالتعليقات. وحساب في الانستغرام كمان أنا. أساس عندك حساب يعني. ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. انسوا اللايك والاشتراك وانسوا كمان. مفترض انا انزل الصوت ده يعني قص الحين راح نرسم العين راح يجي وقت التحبير صباح الخير الان في جزء الافضل في الرسمه وهو التحبير التحبير إلى هنا تنتهي الحلقة، ولا نقول لكم وداعا، بل نقول سنلتقي إن شاء الله في المقطع الجاي وفي الفيديو الجاي. ومع